رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تقام سنوياً التظاهرة الثقافية الأبرز والتي ينتظرها متذوقي القراءة. معرض الكتاب والذي أقيم في العاصمة الرياض بإشراف وزارة الثقافة والإعلام وبحضور وزير الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات نور الكعبي ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد. إن هذه اللفتة الكريمة تمثل سطراً جديداً في سجل التلاحم والترابط السعودي الإماراتي الممتد، وتجسيداً للعلاقات التاريخية المتأصلة التي تجمع الشعبين الشقيقين والمبنية على أسس التفاهم المشترك والموروثين الثقافي والتاريخي والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة. يشرفني جميعاً أن نحتفل هذا العام بإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي رسخ جذور العلاقة الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي وصفها رحمه الله بقوله بأن دولة الإمارات مع السعودية قلباً وقالباً وأن المصير واحد. شارك في المعرض أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية. هذا العام لدينا أكثر من 500 دار نشر تشارك، وهذه أيضاً إضافة كبيرة جداً سوف تثري زوار المعرض هذا العام. وحرصنا في هذا العام أيضاً أن يكون هناك فعاليات مصاحبة، حيث يشهد معرض هذا العام أكثر من 80 فعالية مصاحبة، خصصنا منها 15 فعالية للقراءة وهي مبادرات قرائية ومعارض فنية سوف يكون لها أثر كبير بإذن الله تعالى في تنمية الحراك الثقافي.